السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر. مرحبا بكم في برنامج إشعاعات الطف. كيف أوضح الإمام الحسين عليه السلام مبادئ وقيم مدرسته العظيمة في طف كربلاء، وما السر الكامن في بقاء واستمرارية هذه النهضة الحسينية على مدى القرون، وكيف نستثمر ونطبق هذه المبادئ في حياتنا اليومية؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها في حلقة هذا اليوم، أبقوا معنا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم أحبتي المشاهدين، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ الخطيب محمد علي ركابي. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، وعظم الله لكم الأجر. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا إشعاعات الطف. لدينا الكثير من المواضيع التي تهم الشارع العراقي بشكل عام، وأيضا رسالة عالمية لما يحمله الإمام الحسين عليه السلام من خلال مدرسته، مدرسة الطف. بداية نحب أن نسأل، ما هي توضيح لمبادئ وقيم الطف في كربلاء؟ ما هي مبادئ مدرسة الإمام الحسين عليه السلام؟ صلى الله عليك يا أبا عبد الله. في الحقيقة قبل الجواب على هذا السؤال الجميل، جزاكم الله خير الجزاء والسادة المشاهدين، أحب أن أعرف البطاقة الشخصية سريعا للإمام الحسين صلوات الله عليه. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ولد سلام الله عليه في 3 شعبان في السنة 4 للهجرة في المدينة المنورة، واستشهد صلوات الله عليه الحسين بن علي بن أبي طالب عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في 10 سنة 61 للهجرة، فكان عمره الشريف 57 سنة ومدة إمامته 10 سنوات. والجواب على سؤالكم المبارك، الحسين عليه السلام أوضح المنهاج الذي سيسير عليه من خروجه من المدينة ومن مكة، حيث بدأ بالخطابات، وعنون هذه الخطابات عناوين واضحة كانت طبق القرآن الكريم، منها إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. ومرحلة الإصلاح مرة تكون إصلاح النفس، ومرة إصلاح المجتمع، ومرة إصلاح طبقات معينة في المجتمع. جميل. والآن الكل ينادي في الإصلاح، فلا بد للإنسان أولا أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينطلق إلى إصلاح المجتمع. طيب. وإصلاح مثلا الطبقات المقصودة بهذا المعنى، فقصد الإصلاح. ثم قال خرجت لكي أطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مصداق للآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة، والله يسلمكم فرعان من فروع الدين. يعني تعطل الأحكام بترك هذه الشريعة الشعيرتين مثل إذا صحتها. إذن النقطة الأهم يعني ليس فقط في كربلاء في واقعة الطف كانت رسالة الإمام الحسين عليه السلام، بدأت من انطلاقة من المدينة، من المدينة أوضح المسار وبدأ لتخطيط سلام الله عليه إلى هذه النهضة العظيمة، نهضة عاشوراء المباركة ومدرسة كربلاء. يتصور البعض أن الحسين بن علي قد خرج إلى السلطة، وهذا شيء خاطئ، إنما يريدون أن يغيروا الحقائق. إذا كان قد خرج للسلطة سلام الله عليه، فكيف يقول كأن بأوصالي هذه تقطع، يعني ينعى نفسه صلوات الله عليه. إذن هو مسلم نفسه ومعطي تضحية نفسه وعائلته وكل أهل البيت عليهم السلام اللي كان معه وأصحابه في سبيل أن يجلب السلام الصدق، وهو هذا سؤالنا، ما هي أبرز القيم التي دافع عنها الإمام الحسين عليه السلام؟ أبرز القيم هو قيمة الأمر بالمعروف عن المنكر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بالناس وقال كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أهم أهم. فقال انبرأ إليه شخص من المجلس، قال يا رسول الله أو يكون ذلك؟
احنا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال كيف بكم اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. يعني القضيه تصير عكسيه. الى ان يصل صلى الله عليه واله وسلم يقول ثم يسلط عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم. ليش؟ لان عطلنا قضيه بانه انا شعلي وانا ما علي وهذا مو شغلي. لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل الكل. جميل. عمل الكل. فلذلك هذا من ابرز المعالم والمبادئ الحسينيه. ثم قال اسير بسيره جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خرج من اجل ابقاء الدين. كل ما نملك هو الدين. الدين لله عز وجل. فاكد الحسين سلام الله عليه على هذا المبدا العظيم. إذن الدين بكل ما يحتويه من معاني اللي يعني الأخوة المسلمين أو أخواننا الشيعة وأيضا رسالتنا إن شاء الله لغير المسلمين، الدين هو ليس فقط مسمى ولكن به أبرز القوانين أو العناوين التي يدعون بها الغرب، اللي هي الحرية، الاحترام، التقدير، الحياة السعيدة، الحياة بها احترام وآراء مختلفة، الآراء استمع لهم، وأيضا جلب الحقوق للآخرين. هاي أبرز النقاط اللي ركز عليه الإمام الحسين عليه السلام. كلمة الدين مجموعة منظومة عامة عظيمة كبيرة تابعة لله عز وجل. ندين بها لله عز وجل. الحرية وغير الحرية هو في الدين. السيد الشهداء هو أبا الأحرار. هو الذي يقول والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل. هو الذي سلام الله عليه يقول لا وأن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذل وهيهات من الذل. أحسنت. الحرية والعظيمة هو عند الحسين الذي يقول لأصحابه هذا الليل فاتخذوه جملا. الحرية، من أراد الحرية فليقرأ نهضة عاشوراء. من يبحث عن الحرية الحقيقية فليقرأ عن الحسين بن علي سلام الله عليه. إذن من يدعي أنه ماذا حدث لو كان الإمام الحسين عليه السلام بايع هذه البيعة، لكانت كل هذه الأمور ابتعدت عن المسلمين، لأصبحوا عبيد، لتجاوزت الأمور حق الإسلام وحق الآخرين. هذه النقطة اللي ركز عليها من سؤالنا، ما هي أبرز الدروس؟ أنه أفضل شيء الإمام الحسين عليه السلام قدم التضحية وكل أهل بيت عليهم السلام في سبيل ضمان حقوق الناس على مستوى الأديان، على مستوى العصور. ليش؟ لأنه إحنا مبدأنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة الإسلامية هي ضمان لحقوق الآخرين، الاحترام، التقدير، التعامل الحسن. لو كان الإمام الحسين بايع في تلك الحادثة لكانت كل هذه النقاط ابتعدت وفقدناها وأصبح الموضوع استعباد وأكثر عبودية. صحيح هذا الكلام؟ الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن يبايع. يبايع من؟ هو حجة الله في الأرض. هو الذي لازم أن على الناس أن يبايعوه سلام الله عليه. وقال مثلي لا يبايع مثله. يبايع إنسان قد قتل النفس المحترمة وهدم الكعبة وقتل النفس المحترمة، اللاعب بالكلاب والفهود والقرود. الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن يبايع، ولو كان بايع الحسين سلام الله عليه لانتهى الدين وانتهى الإسلام. يكون هذا قصدي، هو ليس أمر شخصي. أحسنتم. نعم. الحسين سلام الله عليه بخروجه صح الأمة من السبات. الحسين سلام الله عليه لم يخرج بخفية بغير مرأة ومسمع كما يعتقد البعض عن الناس، إنما هو سلام الله عليه كان في الحج، ثم بعد ذلك قرأ دعاء عرفة في الموقف صلوات الله عليه، وخطب بالناس وخرج معه الناس جمع كثير. ولما سمعوا الخطابات من سيد الشهداء سلام الله عليه، البعض قال إن الحسين لا يحكم لأنه يقول سأقتل ومن هذا القبيل. سيد الشهداء سلام الله عليه أعطى كل ما يملك لله عز وجل، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. طيب، ما هو سر بقاء النهضة الحسينية لهذا الزمن وإن شاء الله تستمر؟ الإخلاص. الحسين أخلص لله. الحسين أعطى مهجته لله عز وجل. وإلا الآن أنت طفل رضيع صغير، يعني أنا أخاطب كل منصف سواء كان من أي طائفة، أن يقرأ عن هذا طفل صغير عمره 6 أشهر جف اللبن في صدر أمه، 6 أشهر عمره ما لم يذق الماء 3 أيام، يقتلوه بتلك القتلة. لو كان أراد أن يشرب هذا الطفل الصغير كم يستغرق يعني من الماء، قطرة قطرتين، سيسي تعبير مثلا الأطباء أو غيره، كم يستغرق طفل صغير.
فلأن الحسين سلام الله عليه أخلص لله وأعطى كل شيء، فبقت النهضة موجودة ومستمرة وستبقى على مر العصور. حتى عندنا في التاريخ في يذكر العلامة المجلسي في بحاره والشيخ باقر شريف القرشي رحمة الله عليه في كتاب حياة الإمام الحسين 3 أجزاء، أن الحسين عليه السلام باقي، ثورته باقية، وهذا البقاء بسبب إخلاص سيد الشهداء، لم يكن من أجل مادة. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. طيب، السائرون على نهج الإمام الحسين عليه السلام كيف يعيشون بسعادة خالدة رغم الصعوبات، رغم المشاكل، رغم المواجهات، رغم كثرة الحاقدين أو الأعداء؟ السعادة ليس في تفضلت بأن السائرون كيف يعيشون في سعادة. خدمة الحسين سعادته في الآخرة، وإلا الآن تشوف البعض يشككون في الشعائر الحسينية، أو البعض يريد أن يجري الشعيرة على مثلا هواه، على مزاجه. فجزى الله خير المرجعية، الآن المرجعية الرشيدة أخرجت بيان واضح وصريح اللهجة. هنالك البعض يخلط الأوراق ويقول أن المرجعية لم تأمر بهذا الشهر الشريف بإقامة المراسيم. بالعكس، المرجع الأعلى مد الله في عمره الشريف وأدام الله حراسته سماحة السيد السيستاني يقيم مجلس في بيته. أنا كنت أحضر في بيت السيد، والمؤمنين يحضرون، أي واحد من المؤمنين يروح يحضرون. ولكن الآن السيد يقول أنت تقيم هذا المجلس ضمن شروط، هذه الشروط اللي نضعها للسلامة، يعني مثلا التباعد، الكمامة، الجفوف. صاحب المجلس يوفر هالأشياء هذه، ما قال لك منع المجلس، بل يقول سماحة السيد لابد بالالتزام بهذا النص، بالالتزامات الصارمة، الوقاية يعني، وهذا حفظا على المؤمنين، على النفس المحترمة، سواء كان من الخطباء جزاهم الله خير، من المؤمنين. وأن يكون المجلس مظاهر، دعا سماحة المرجع إلى رفع الرايات، أن كل إنسان مؤمن يرفع راية سوداء، دعا إلى عدم التجاوز على الأموال العامة والممتلكات العامة. مو ترفع مثلا راية على فد مكان يكون المكان ما قابل، لا، بيتك ارفع، مكان لا تتجاوز عليه. جميل. من هالقبيل هذا. الشعائر باقية لله الموجودة، ولكن بمحاذير، بشكليات جديدة، بقوانين جديدة. نعم، دعا إلى البث المباشر. أن تجمع العائلة، تجمع عائلتك ويكون هذا مبارك. أنت تجمع بناتك، أولادك، قبال التلفاز تسمع لأحد الخطباء يرثي الحسين سلام الله عليه، أو تكون القراءة بين العائلة، وهذا كان بعض المؤمنين والفضلاء من الحوزة العلمية يصنعون هكذا. للبركة، يفتح كتاب ويجمع العائلة، يقرأ للعائلة، هذا شيء جيد، هذا هو الذي يدفع الوباء. بهذه المجالس سيد الشهداء إن شاء الله، وزيارة سيد الشهداء ودعاء المؤمنين. ولكن بحذر وبهدوء وبتنسيق. نعم. جيد. وهذا سؤالنا، أنه الشعائر الحسينية مستمرة دائما، ولكن بعض الناس تأخذ هذه الشعائر الحسينية بشكليات. سؤالنا، ما هو المعنى الحقيقي لإحياء عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام؟ المعنى الحقيقي لإحياء الشعائر أن يكون الإنسان بأفعاله وأعماله مطابق للشريعة الإسلامية ولما يرضيه الحسين. يعني الحسين يرضى على هذا العمل. معيار الرضا سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني أنت مو تبتكر فتشعيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ويعني تجمع فت شباب وكذا وتسوي فت شيء يثير الضجة ويسيء للشعائر. احنا ما عندنا مثلا شعائر مقننة مثلا. الشعائر هالبيت لم يقيدوها سلام الله عليهم، تركوها كما هي. أي شيء يكون. لكن بعيدة عن أذية النفس، بعيدة عن بلا شك الشعائر ما تأذي النفس. الإنسان أغلب اللي جاي هو بإرادته، ما حد جابره. لخدمة الحسين أو للموكب الحسيني، يعني الذي يقيم العزاء في بيته أو عبر التلفاز، أو مثلا يأخذ الاحتياطات الصحية، مثلا يذهب إلى مجلس التباعد. ليس فيه ضرر. جميل. ليس فيه ضرر. طيب، احنا ان شاء الله نكمل حديثنا في هذا الموضوع، ولكن ناخذ فاصل. احبتي المشاهدين، فاصل بسيط ونكمل معكم حلقتنا، ابقوا معنا. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى في برنامج إشعاعات وطف. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. وبكم.
مدرسة الإمام الحسين عليه السلام كبيرة وعظيمة وفيها الكثير من الدروس والعبر، كيف نتعلم أو نستنهم أو نستثمر أو نطبق مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، دروس الإمام الحسين عليه السلام في حياتنا اليومية، في عملنا مع أهلنا، بشكل عام الحياة الاجتماعية؟ أحسنتم. مدرسة سيد الشهداء واسعة، وإن شاء الله كل إنسان حسيني يدخل تلميذ في هذه المدرسة إن شاء الله. وحتما هؤلاء التلاميذ الآن خدام الحسين سلام الله عليه، من الشعراء، من المؤمنين، من الرواديد، من كل شيء. سيد الشهداء، نستثمر خدمة الحسين سلام الله عليه في كل المجالات، يعني سواء كنت في العمل، في الأخلاق، أن تكون أخلاقي في حسين، في حسينين أخلاق حسينية في عملك. أن تحترم الآخرين. سيد الشهداء كان يحترم الكل. الحسين بن علي سلام الله عليه التقى بالحر وجيش الحر وقد أوشكوا على الهلكة 1000 فارس وكانوا عطاشا، وإذا بسيد الشهداء سلام الله عليه قال لأصحابه اسقوهم ورشفوا الخيول، فقال البعض لسيد الشهداء مولاي إنه هذا الماء قليل ما يكفينا، بس إحنا كيف نعطي لهم؟ قال اسقوهم، فسقاهم الحسين. وفي بعض النصوص أن الحسين قال لأحدهم وكان شاميا قال أنخ الراوية، ما كان يعرف يشرب بالراوية، يعني في فوهة القربة كانت جلد ما يعرف يشرب. لما كلم الإمام ما أفتهم ما معنى أنخ الراوية. ثم الحسين سلام الله عليه بيده بدأ يجري الماء في حلقه، وهذا جاء لقتاله. فكيف نحن خدام أهل البيت، المؤمنين، المشاهدين، من يكون يعني حسيني، هذه العائلة الحسينية الآن لما تتابع هكذا برنامج تكون عائلة مباركة، غير العوائل اللي تباع غير برامج اللي مثلا لا ترضي الله ولا ترضي النبي ولا الإمام صاحب الزمان. طيب، في العائلة هل هناك دروس أيضا كيفية التعامل مع الأبناء، مع الأقارب، مع الجيران ممكن؟ نعم، نعلم الأولاد الصغار قصص عاشوراء. والآن الحمد لله العتبة جزاهم الله خير، هناك قسم لربما يكون الطفل الصغير أو الطفل الحسيني الصغير، فيه مراسم، فيه قصص صغيرة، هذه جدا مهمة، أفضل من الأجهزة الأيباد وغيره. شوف الطفل هذا يلزم ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، مشكلة. بينما تقرأ له قصة أو تشجع على هذه القصص الحسينية اللي يبقى التراث، تراث كربلاء حي خالد في نفوس الأطفال، والطفل يتشوق إلى القصة. الآن هنالك بعض القنوات الصحيحة مثلا للأفلام الكارتون الحسينية الصحيحة، زين، أو مثلا خاصة تقدر أنت تجيب الأقراص أو تنزله تهذبه لهذا الطفل على أخلاق حسينية خاصة. فتشوفه ما شاء الله يجي محرم هو يطلع هدومه السود، أو تشوف ما شاء الله الطفلة الصغيرة تطلع هدومه السود، عباء مثلا، من هالقبيل. هذا نعلم الأولاد، وهذا يبقى بذاكرته، يذكر يقول الله يرحم أبويا، الله يرحم أمي، كانت تقرأ لي فلان قصة، قصة عبد الله الرضيع مثلا. أحسنتم. فتجيب له مثلا أو ترسم له هذا رسومات الشجعة. وهذا موجود الآن لما تروح إلى الزيارة باب الشهداء، أكو فد مكان مرتفع مكتبة، يعني يطوك تقولهم أريد أنا مال أطفال، ينطون مال أطفال. أحسنتم. طيب، يعني أهل البيت عليهم السلام هم قدوتنا أكيد، نذكر بعض الأسماء يعني عن أهل البيت عليهم السلام. المولى علي الأكبر عليه السلام، نذكر كثير من الصفات التي موجودة في المولى علي الأكبر عليه السلام، ولكن نأخذ بهذا الشاب الجميل الذي يحب الحياة، ممكن هو يكون قدوة لشبابنا في هذا الوقت. فما هي الشجاعة؟ كيف نجسد الشجاعة في المولى علي الأكبر عليه السلام؟ الله، علي الأكبر، علي الأكبر لما خرج إلى الساحة إلى الميدان فر المعسكر من بين يديه، وقال البعض ويحكم اخرجوا لقد خرج علي بن أبي طالب من قبره يقاتل لفروسية هذا الفتى الذي كان أشبه الناس كما قال الحسين برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. كنا إذا اشتقنا لرؤية النبي صلى الله عليه وآله نظرنا لوجه هذا الفتى. علي الأكبر برز إليه بكر بن غانم وكان يعد ب1000 فارس حتى تغير لون الحسين سلام الله عليه، وسئل في ذلك قال لقد برز إليه من يخاف منه عليه. وإذا بعلي الأكبر سلام الله عليه جاب رأس بكر بن غانم وذب تحت أقدام سيد الشهداء وقال أبا انظر إلى صيدي، شوف هذا الصيد. فعلي الأكبر كان شجاع وليس غريبا عليه، أبوه سيد الشجعان الحسين قاتل مقتلة عظيمة، كان يفرون من بين يديه عندما يقاتل. علي الأكبر قتل أكثر من 30 منهم، كان لا يأبه بهم سلام الله عليه.
كيف نوصل هذه القدوة المولى علي الأكبر عليه السلام لشبابنا في هذا الوقت؟ كان شجاعا في بدنه وفي تقواه، كان مؤمن شديد الإيمان، قارئ للقرآن، كان ملازم للحسين سلام الله عليه، مستشار للحسين سلام الله عليه، في بعض الأحيان يتكلم مع الحسين سلام الله عليه في طريقه إلى كربلاء. الحسين أخذته غفوة واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء على الفرس عند أبو الحسين منتبه، قال أبا الاسترجاع حسن ولكن خير مما استرجعت. هذه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها خير. قال أبا رأيت فيما يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول القوم يسيرون والمنايا. قال أبا أولسنا على حق؟ ما قال أبا خل نرجع، أبا لأن هذا لا. الآن دور الشباب، الشباب الرسالي الهادف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيره. تشوف حسيني الأسلحة اختلفت، ليس فقط بندقية أو رشاش أو سيف. جزاك الله خير. ليس الآن هذا اليوتيوب وغيره هو هذا السلاح ذو حدين. فأنت تنشر مبادئ الحسين وتقتدي بعلي الأكبر، كيف كان لبس علي الأكبر مثلا سلام الله عليه. الآن للبس الشباب أن يحتشم في لبسه، قصة شعره مثلا، مشي كلامه أسلوبه، هذا يكون حسيني. أن يرتب وضعه الخارجي، لأن الناس هم تحكم على الوضع الخارجي. لما تشوف صحيح هو طيب، هؤلاء الشباب ذولا شباب طيبين، هم يخدمون بالحسينيات، هم يطلعون لخدمة أهل البيت، هم نعم قائمين بالواجب، ولكن الآخرين ما يطلعون على الداخل، يعني يعرفون طبعا يشوفون الشكل. فلما تشوف الشباب يتشحون بالسواد ما شاء الله، ويلبس مثلا هذا الشال الأسود شراوية تسميه احنا بالعراقي، وواقف محزم خدمة السيد الشهداء، ايش قد يفرح قلب الإمام صاحب الزمان. عكس إذا راح إلى صالات مثلا لا سمح الله للألعاب وغير الألعاب. إذن شجاعة في زمننا الحاضر هو شجاعة الدين، شجاعة التزام، شجاعة الصلاة، حتماً قراءة قرآن، حتماً التزام بمنهج أهل البيت عليهم السلام، وأيضا بعض الوسائل الحديثة أو الأسلحة الحديثة اللي هي موجودة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. طيب نذهب إلى قدوة أخرى، رمز الوفاء ورمز الإيثار، هو المولى العباس عليه السلام سلام الله عليه. أبو الفضل، أبو الفضل عليه السلام يكفيه فخر أن الحسين سلام الله عليه خاطب بهالكلمة العظيمة التي لابد أن تكتب بماء الذهب، اركب بنفسي أنت يوم عاشوراء. وكانت نفس الحسين يوم عاشوراء تمثل نفسية 124 ألف نبي، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله. يقول له اركب بنفسي أنت. فلما نقرأ عن وفاء أبي الفضل، فنعم من وفى ببيعته، السلام عليك يا من وفى ببيعته للحسين عليه السلام. كيف وفى؟ وفى ببيعته، جاءه عروض، جاءته عروض من الجهة المعادية. لما نزل شمر بن الجوشن يوم الثامن إلى كربلاء، كان جايب كتاب مرسوم جمهوري خاص أمان للعباس عليه السلام، وكان ينادي أين العباس وإخوته، فكان يستحي العباس أن يجاوبه. فقال له الحسين أجبه وإن كان فاسقا، روح جاوبه. فإجى أبو الفضل سلام الله عليه غضبان، ما سلم عليه، قال ويحك ما دهاك؟ قال هذا كتاب أمان لك ولإخوتك. وقال والحسين؟ قال ليس له أمان. قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمنني على نفسي وابن بنتي رسول الله لا أمان له؟ والله إن أمان الله ورسوله أحب إلي من أمان ابن سمية. أحسنتم. طيب فوفى، كان وفي. والآن المؤمنين ما شاء الله أوفياء في خدمتهم لسيد الشهداء إن شاء الله إن شاء الله. قدوة أخرى حقيقة لقد شاهدت ما شاهدت من المصائب ومن بما يسمى حاليا الكوارث الإنسانية، ما شاهدت من الآلام والأحزان، السيدة زينب عليه السلام. هذه المرأة العظيمة والعظمة لله سبحانه وتعالى، كيف نتعلم وكيف ندرس وكيف نعطي فتياتنا أو نساءنا في هذا الزمن مدرسة السيدة زينب عليه السلام؟ زينب سلام الله عليها أعدها علي بن أبي طالب إعداد تام لكربلاء، وحتى عند شهادته صلوات الله عليه كانت تريد تدخل علي زينب، ودخلت علي على الإمام علي عليه السلام، فقالت أبا أنا أسألك سؤال واحد. قال بني سلي. قالت هل الحديث حديث أم أيمن من كربلاء اللي حدثتني بأمي الزهراء صحيح واقع؟ قال نعم بني واقع. ثم أشار لأبي الفضل العباس سلام الله عليه وأودعه زينب. زينب قدوة المرأة الصالحة المؤمنة
زينب عالمة غير معلمة. زينب عندما خطبت في الكوفة أشارت بيدها ارتدت الأنفاس، يعني اللي صاعد نفسه لزم النفس. نعم. وسكتت الأجراس، الجرس اللي علقوه في لبها في رقبة البهيمة. نعم. سكت حتى الحيوانات أومأت وخطبت ذلك الخطاب العظيم. زينب هي المكملة لدور كربلاء ودور الحسين سلام الله عليه. حسن. فهذا الصبر لم يأتها عن عبث. إنما سيد الشهداء دعا لها. الحسين كان دائما شوية شوية يقدم مقدمات لزينب عليه السلام. أخي زينب إن أهل السماء لا يبقون، إهنا الأرض يموتون، كأني. وهكذا الحسين يخاطب زينب في كل لحظة، يدخل إلى الخيمة وتدخل عليه ويخاطبه خطاب، إلى أن صار بعد ليلة العاشر. نعم. قال غداد غد إحنا مقتولين، وغداد غد لم يبقى منا أحد، واعلمي إن الله حافظكم ورعيكم، أنتم ما راح يتجاوزون عليكم لا سمح الله بالستر والعفة والشرف. نعم. فبكت العقيلة زينب وأغمي عليها، فقام الحسين وضع يده على صدرها واستدار بها للقبلة ودعا وقال أخي ربط الله على قلب. هذا الدعاء اللي صبرها أن ترى ثلاثة من أولادها مجزرين كالأضاحي أمامها في كربلاء. نعم. لم تكن وحدها زينب. نعم. هي وأولادها. نعم. سلام الله عليها. فهي رمز للعفة للشرف. كان لها مجلس بحث قرآن وفقه في الأسئلة والأجوبة. نعم. كانت في وسط النساء سلام الله عليها ترتدي الشيء على وجهها مثل اليوم نسميه البوشية وبرقع. نعم. فانبرت إليها أحد النساء قالت يا بنت علي ليس فينا رجل يعني أجنبي. نعم. نحب نشوف وجهك البركة. فما أجابتها. لما خلص المجلس صاحت عليها قالت أخشى من إحدى كنا أن ترى شخصي فتصف شخصي لزوجها. هالشكل زينب بالعفة والحجاب. نعم. ماذا نفعل بنسائنا مع الأسف الغير محتشمات بهذا الزمن اللي تواجه بعض الضغوطات من السوشيال ميديا، بعض الحروب التي تحاول أن تؤذي أو تكسر أو تدمر هذا المذهب أو هذا الدين؟ كيف تحافظ عليها الفتيات؟ الفتيات كيف تحافظ على نفسها في هذا الزمن؟ تحافظ في المجالس. هنالك بعض الخطيبات الرساليات، يعني احنا اللي نسميها الملاية، ولكن ملاية عندها اطلاع وبحث. نعم. تقدر تربي هذه الفتيات الشابات أن يبتعدون عن كل ما يثير حفيظة الإنسان. نعم. خصوصا للعوائل. هذا الآن ما شاء الله الإنترنت صار في البيوت. نعم. وصفحات. إنه أقول هلا هلا برجال البيت. هذا رجل البيت يطلع برا البيت. قبل قليل ذكرنا أنه سلاح ذو حدين. ذو حدين. استخدمه. نعم. لنشر الثورة الحسينية الدين الإسلامي، ونفس الوقت نحذر من ما يأتينا من الغرب أو ما يأتينا من الجهة الأخرى المعادية. نعم. الإنسان يحفظ عينه سواء كان من الرجال أو من النساء. قل للمؤمنين يغضوا. ما قال قل للمسلمين، لا، الخطاب للمؤمن. لا. فممكن في هذه المواقع يجيك عرض، يجيك شيء معين فأنت تغض، خصوصا المحصنات يعني المتزوجات. لا. يعني تكون أشد محافظة على بيتها، على عفتها، على شرفها. مو يكون عندها صفحات وتنشر وتحط صور وتحط إيدين وتحط ما أدري إيش. هذا بعيد عن فكر السيدة زينب وبعيد عن الثقافة الحسينية. أحسنت. هذه لربما تكون غافلة، وإلا هي في داخل قلبها، قلبها مؤمن. نعم. قلبها متقي. لما تنبهها تقبل من عندنا. إذا نكمل حديثنا إن شاء الله ونأخذ بشكل خاص كيفية الاختيار في هذا الزمن بصعوبته وكثرة الهجمات، ولكن نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. أحبتي المشاهدين فاصل ونكمل معكم حلقتنا، أبقوا معنا. حبيبي حسين بملء الفم أنادي عليك أيا ملهم، أيا واهب الخير للعالمين، بثورات حر شجاع كمين. يا هادم الظلم من أسه على رأس باغ خسيس قمي، ويا جاعل الليل صبحا يرى
بأم عيون القعيد العميق. أتيتك أرجو رضا خالقي، لأنك لله كنت السميع. من الحسن صيغة حروف الحسين، ولله في سرها تنتمي. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، ونكمل حديثنا مع شيخنا الجليل شيخ محمد علي ركابي. أهلا وسهلا بك. بكم عزيزي. في هذا الزمن كثرة السبل، وذكرنا الأسلحة التي توجه إلى شبابنا إلى عوائلنا الكريمة، بعض التوهان صار عندنا، بعض التشتت عند الناس، كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، الكتب أثرت على عقليات شبابنا، أثرت على المجتمعات. بدأ الشاب يفقد السيطرة أو ما يعرف الطريق الصحيح. ممكن نسأل هذا السؤال بشقين، كيف نأخذ قدوة أو يكونون لنا قدوة أنصار الإمام الحسين عليه السلام؟ كيف اختاروا الطريق الصحيح في زمن الإمام الحسين عليه السلام؟ وكيف الآن شبابنا ممكن أو عوائلنا الكرام يختارون الطريق الصحيح؟ أحسنت أستاذ أحمد. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، الشباب في هذه الآونة يتعرضون لهزات عنيفة من قبل الوسائل الغربية، من قبل الوسائل الاجتماعية اليوم اللي لا سمح الله تشوف مثلا التسقيط، ولربما تداول بعض الأخبار اللي لا صح لها مثلا، أو تمس الغيرة أو تمس العائلة المباركة. أنصار سيد الشهداء سلام الله عليه اتخذوا هذا المسار الصحيح مع الحسين وسيد الشهداء. أيضا كانت ضغوطات وأيضا كانت مغريات في ذاك الوقت. نعم. فكيف اختاروا؟ اختاروا طريق الحق، طريق سيد الشهداء سلام الله عليه. وهو أثنى عليهم الحسين عليه السلام، قال إني لا أرى أصحاب أبر وأوفى من أصحابي، يعدون بأصحاب بدر بل أفضل من أصحاب بدر. أنصار سيد الشهداء وكانوا أهل علم ومعرفة وقرآن، مثل برير ختم القرآن أو كان من القراء، كان يقرأ القرآن في ركعتين يختم القرآن. توضأ بوضوء، صلى صلاة الصبح 40 سنة بوضوء صلاة العشاء والمغرب، يعني لم يكن ينام. مثل حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه الذي يقبله الحسين سلام الله عليه ويثني عليه. مثل حميد بن مسلم الذي يوصي في حياته وعند شهادته بالحسين عليه السلام. مثل علي بن مظاهر الذي قال لزوجته، هذا مثال العائلة المخلصة اللي الآن عوائل الحشد، النساء المؤمنات هذول لهم فضل على كل من جلس في بيته. المرأة لها دور، زوجة الشهيد الآن، شهداء الحشد المبارك المقدس الذين رفعوا راية المرجعية ورفعوا راية المؤسسات الدينية الحقيقية ودافعوا عن العرض والمال والعتبات. علي بن مظاهر دخل إلى زوجته، الحسين دخل ويا في الخيمة وقال يا علي بن مظاهر إن غدات غد إحنا مقتولين وكل الرجال تقتل. ثم نص صوت الحسين صار خافض. زوجة علي بن مظاهر ما سمعت الكلام وطلع هو، فجاء علي بن مظاهر لزوجته قال أمة الله اجمعي متاعك يلا. قالت إلى أين؟ قال أصرح لك بك إلى أهلك مع بعض القبائل. قالت ولم؟ قال ألم تسمعين الحسين ماذا قال؟ إن غدات قتل مقتولين. الله يرزقنا الشهادة، الشهادة في سبيل الله أعلى مراتب للأولياء. فقالت وبعد ما قال الحسين، قلت له صوت الحسين نصى ما سمعت شنو قال. قال وإن النساء تسبى. قالت له أو تسبى زينب؟ قال بلى تسبى زينب. قالت وأنا أبقى في خدري؟ لا والله أنت مع الحسين وأنا مع زينب. وبالفعل بقت مع زينب هي وبقية النساء، ولكن كانوا أحدهم إلى الكوفة. فشاركت العوائل في قضية كربلاء، واليوم هم تشارك. الآن إحنا ما شاء الله عندنا
المجالس الحسينية النسائية نعم. المعتبرة الخالية مثلا من الزينة والتبرج وغيره. مجلس حسيني صحيح فيه موعظة وإرشاد وتعليم أحكام وفيه رسالة لسيد الشهداء سلام الله عليه. نعم. فبإمكان العائلة هي تختار هذا الاختيار الصحيح بالعقل الواعي بمحاسبة النفس. نعم. أنا اليوم لما أي عمل أعمله أنه رب العالمين هذه سجلة فأحاسب نفسي بعقل الواعي أنا أكون مع أنصار الحسين سلام الله عليه وأبعد هذه الهزات العنيفة. نعم. من قبل وسائل الغرب تسيطر أنت على نفسك. إذن ممكن بالالتزام بالصلاة أحسنتم هو ها. إنه النقاط اللي لازم يلتزمون بها حتى يبتعدون عن هذا التشتت بشكل دقيق، قراءة القرآن، التوجه إلى الأشخاص العلماء المعروفين، ليس أي شخص يقدم لهم نصيحة يأخذون بها، قراءة الكتب الرصينة اللي تابعة إلى مصادر حقيقية حتى يبتعدون عن هذا التشتت. بالفعل الشباب لابد أن يختار له صديق مؤمن، صديق صالح، لأن صديق السوء يؤثر. نعم. يعني الآن أنت إذا تمشي مع مجموعة حسينيين وين يودوك؟ يودوك ليلة الجمعة إلى الحرم الحسيني. أحسنت. يقرؤ لك دعاء كوميل، يقرؤ لك زيارة عاشوراء. إما إذا ترافق أصدقاء سوء لربما يذهبون بك إلى غير السبل، لا يذهبون بك إلى السبيل الصح الواضح الحق. فممكن إلى الشاب أولا أن يبتعد عن أصدقاء السوء ويأخذ القرين. إذن هي الخطوة الأولى الاختيار. الاختيار. اختيار الأصدقاء. كذلك الفتيات المؤمنات. أحسنت. أن تكون عندي زميلة أو فتاة تقربني إلى الله عز وجل. وتبعدني عن الله. إذا كانت لا تصلي أنا أتركها. لأن العلاقة العبد مع الله الصلاة. والحسين سلام الله عليه هو أقام الصلاة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. الحسين جسد مبادئ الدين والصلاة. وقف يوم عاشوراء. هو يصلي وعمر بن سعد هم يصلي. اثنين هم كانوا يصلون. لكن العقل الواعي هو الذي يميز بين الصلاتين. أحسنتم. نعم. أنت تميز بين الصلاتين، بين هالصلاة وهذه الصلاة. في كل يوم أنت تختار الطريق الحق. إذن هي دعوة أخرى من كلام حضرتك أنه ليس فقط الصلاة والصوم وبعض هذه الأمور العبادية فقط بالشكل، لابد أن تكون على السلوك، على النصيحة. يعني نأخذ دور الصديق الجيد. حضرتك ذكرت أنه الشاب يختار الصديق الأفضل وكذلك الشابة تختار الصديق الأفضل. هنا دور ومسؤولية لهؤلاء الشباب. أيضا عليك أن تنصح زميلك وصديقك وأخوك وجيرانك في سبيل أن يسير على الطريق الصح. أنا أغلب الشباب خصوصا في العراق لا. هم أرضية طيبة قابلين. أنا أروح ليالي الجمعة للحرم الحسيني أشوف بين الحرمين ما شاء الله كل 5-6 صح اللبس ماله على قولة الشباب الستايل. شوف شعره مثلا أو لبسه لبس غربي ولكن هو جاي لزيارة سيد الشهداء سلام الله. لابد أن يغير هذا الشكل. احنا ذكرناه. احنا نقول له لا بالمعقول. أنت لتكون ملفت للنظر لكي يكون يشار لك بالإساءة أو كذا يقول لك هو هذا خادم الحسين أو أنت جاي للزيارة، هل هذا المنظر يقبل به سيد الشهداء سلام الله؟ كن حسينين بالشكل والمضمون. نعم. قلباً وقالباً. نعم. في الأخلاق وفي الأعمال كونوا زيناً لنا كما في الرواية. كونوا زيناً لنا يتفقهون يروحون إلى المجالس الحسينية باتخاذ الإحرازات الوقائية الكمامة الكذا وأجلس أو أستمع. هذا يأثر خصوصاً الآن في شهر محرم أفضل طريقة للتوبة. باب التوبة مفتوح بفضل سيد الشهداء سلام الله عليه. كل إنسان الآن يعقد يقول إلهي أنا بالحسين الوجيه وهذا المرض الآن ده شوف شلون يتخطف الأرواح، لا يعرف عالم ولا جاهل ولا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير. تعدى الكرة الأرضية والأطفال والصغار والكبار. إنه الآن الموت قريب منك وأنت تتوجه إلى الله عز وجل. نعم. أحسنتم. طيب شيخنا، ما القراءات التي يمكن استخلاصها من قول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره؟ سؤالنا كيف يكون الموالي، ما هي صفات الموالي الحقيقي الشيعي لكي يكون مع الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في ظهوره وأخذ الثأر من الظالمين وخاصة أخذ ثأر الإمام الحسين عليه السلام؟ ثأر الإمام الحسين سلام الله عليه الله عز وجل ضمنه للأرض وللعرش، وهذا النص مستوحى أو مستخلص من زيارة عاشوراء في مفاتيح الجنان. لما تقرأ الإمام الصادق عليه السلام يقول في يوم عاشوراء
إذا تلاقى الموالون المؤمن مع المؤمن يقول له أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الحسين بن علي عليه السلام، وجعلنا الله من الآخذين بثأره، من الطالبين بثأره. يثأر الإمام صاحب العصر والزمان للإمام الحسين عليه السلام، والصفات التي يتحلى بها المؤمن أن يكون ثائر للإمام الحسين، أولا أن يلتزم بجميع الواجبات، الواجبات الإلهية. الله شنو أمره؟ صلاة أصلي، صيام أصوم، حج أحج، جهاد خمس، أن يلتزم بجميع ما أمر الرب واحد، وبالمقابل وينتهي عما نهاه الله عز وجل. وإلا أنا شنو الفائدة أصلي وأسمع أغاني؟ شنو فائدة صلاتي؟ أصلي وأشاهد محرم؟ أصلي مثلا وأكذب؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأولا يكون يعد نفسه إعداد خاص أن يكون من أنصار الإمام، أن يدعو للفرج، وهذا من أعظم شيء أنه في الروايات انتظار الفرج من أعظم العبادات، انتظار الفرج أو المنتظر للفرج كالشهيد المتشحط بدمه. نحن لنا إمام يرعانا، الإمام صاحب العصر والزمان، الإمام صاحب العصر والزمان هو إمامنا ويرعانا، والآن ينظر إلى أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا. فيثأر الإمام، يريد يطلب، يقول من الطالبين بثأره، يعني يكون مشمول. وهذه هنا ملاحظة صغيرة، كدعاء عندنا في كتاب مفاتيح الجنان الآن في كل بيت، أكو دعاء اسمه دعاء العهد، فيه رواية عن الإمام سلام الله عليه أنه من دعا هذا الدعاء، دعاء العهد، 40 صباحا كان من أنصار الإمام. فأكيد إذا كان من أنصار الإمام يثأر للإمام سلام الله عليه. أو في قضية الرجعة، عفوا أستاذ أحمد، في قضية الرجعة يرجع إلى الدنيا من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض، كما يقال بشرطها وشروطها. بشرطها وشروطها. حضرتك يعني ذكرت أنه ليس فقط قراءة الزيارة أو قراءة القرآن أو الصلاة أو هذا الدعاء وبعدها يذهب لأمور مخطئة أو لأمور مكروهة أو لأمور بعيدة عن الدين الإسلامي أو عن المذهب الشيعي. أستاذ أحمد، مولانا الجليل والأستاذ المشاهدين الكرام، القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. أنت الآن ما تحب الحسين؟ منهم يحب الحسين؟ كلنا نحب الحسين، ولكن أفعالك لازم الحسين يحبها. لربما الحسين يحب العبد ولكن يكره فعله، ولربما يحبه يكره فعله ويحبه هو. الإنسان المؤمن لازم تكون أفعاله وأقواله طبق واحد، ليس فقط أقوال دون أفعال. الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام المهدي الآن إذا خرج، أجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله، يثأر للحسين عليه السلام. وفي الروايات يأتي ويخرج الطفل الرضيع، عبد الله الرضيع، يرفعه بيده الشريفة ويقول يا أهل العالم انظروا إلى هذا الطفل. فبعض الناس الآن اللي يعني نعتبرهم الغارب وغيره يشوفون قضية إنسانية هذه، أنه ما ذنب هذا الطفل حتى قتل بهذه القتلة، يستخرجه بهالطريقة هاي، فيكون الحق مع الإمام سلام الله عليه. أحسنت. طيب سؤالنا الأخير هو نوعا ما مهم جدا، لأنه كل هذه النقاط اللي ذكرناها سابقا وكل هذه الحروب اللي نعيشها من الحروب الفكرية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب وبعض الندوات والأشكال، ومثل ما ذكرتك حضرتك ذكرت أنه الملابس وقصات الشعر، كل هذه الهجمات هناك دور كبير للعلماء الأفاضل والمؤسسات الدينية. فسؤالنا ما هو دور العلماء والشيوخ مثل حضرتك والمؤسسات الدينية في تقويم المسيرة، مسيرة الإمام الحسين عليه السلام مع هذه الهجمات؟ دور العلماء دور بارز، دور العلماء في قضية النهضة الحسينية وفي نشر الوعي والثقافة والعقائد هو موجود. دور المؤسسات الدينية، الآن البعض يتهم المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية الآن عندنا فتوى التكافل الاجتماعي ما شاء الله، وأعطيناهم شهداء في هذه الفتوى من المشايخ الأجلاء لهذه فتوى التكافل الاجتماعي. عندنا الله يسلمكم الجيش الأبيض الآن، سماحة السيد المرجع لما يصفهم بأنه لا يقل أجرهم عن أجر الشهيد والمرابط في ساحات الواقع، هذا دور علماء بارز واضح. أن الحسين أنت في كل يوم تقدر أن تنصر معسكر الحسين لما تقول يا ليتنا كنا معكم. الآن في خدمة الشباب الأطباء أو المتبرعين في مجال الصحة، أو بعض، أنا شاهدت بعض الشباب يوزعون كمامات واللي بعض يوزع معقبات، شنو المشكلة يعني؟
دور بارز العلماء، العلماء يحثون وموجود هذا، وتأليف الكتب في قضية النهضة الحسينية، ودور الخطباء البارز. الآن الخطباء استجابوا لنداء المرجعية، يبثون بث مباشر مجلس الخطيب في الحسينية، يكون بث مباشر مصور، والعائلة والمستمع أو رواد الحسينية اللي كانوا جالسين بالبيت يعاينون ينظرون إلى مجلس الحسين سلام الله عليه. لأن مجالس الحسين كل واحد يجلس عائلته وأولاده وأطفاله بناته حول التلفاز، يسمع مناقب أهل البيت وذكر الموعظة والإرشاد، يكون تحصيل له من الشيطان، من الفقر، من كل شيء، ويكون من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان إن شاء الله. فدور العلماء موجود ودور الخطباء طيب. موجود لكل هدف نبيل ولكل رسالة مهمة، وخاصة الرسالة الحسينية، هناك مصاعب. إذن ما هي المصاعب التي يمر بها العلماء أو المؤسسات الدينية في هذا الزمن؟ التسقيط، تسقيط بغير دليل. شوف القرآن الكريم ماذا يقول في بعض الآيات القرآنية، كانوا يستهزئون يستهزئون بمن بالرسل الأنبياء. اليوم لشديد الأسف في بعض الشبكات التواصل الاجتماعية تشوف يقلد مثلا على شعائر، أو يقلد على رجل دين، أو على العمة، أو على كذا. هذا مو صحيح، هذا يحاسبه الله عز وجل عليه يوم القيامة. إنه أنت بأي حق، بأي حق أنت الآن لما تصير مثلا المؤسسات الغربية يحاولون أن يخلقون ثغرة بين رجال الدين والمجتمع، فتشوف المجتمع لربما البعض يتكلم بغير وعي. أنت فرق، عمر بن سعد كان معمم والحسين كان معمم، ميز أي العمامتين أصح؟ النبي كان معمم وأبو لهب وذولهم كانوا معممين، فأنت ميز بين العمامة الصحيحة اللي تتبع نهج المؤسسة الدينية والتي تدافع عن الحق. كم من الشهداء والأفاضل في الحوزة العلمية من الأساتذة عطلت الحوزة والدروس وهم كانوا في السواتر الأمامية، الآن نساءهم بقت، أطفالهم بقوا، هذول هم الرمز الحقيقي للعمة. كل المؤسسات لربما تأخذ رواتب من الدولة إلا المؤسسة الدينية العراقية في العراق، ما عندنا. حوزة النجف الأشرف لا تستلم من الدولة، حتى سماحة السيد مد الله في عمره في قضية الوقف بأنه في أمنة المساجد وغيرها، ما عندنا إحنا إمام مسجد يأخذ على صلاة أو يكون عنده ورقة الدولة تمليها عليه. فلذلك هذا عمامة رسول الله الصحيحة، هم ذول وكلاء الإمام. أنا أقول للشباب وأخاطب الشباب أنه ميزوا بين هذه العمة وهذه العمة. الآن صمام الأمان للعراقية، الحوزة العلمية والمؤسسات الدينية التي ترعى هاي الشباب، رجال الدين الآن اللي هم بعضهم يطلع اللي يعفر ويعقم، واللي يكون في السواتر، واللي يبلغ، واللي يطلع الآن بتلفاز، يطلع براديو، يطلع بأي شيء. إذن ينتبه للرسالة الموجهة، ينتبه لهذه الهجمة، يميز ما بين دور صعب أستاذ أحمد. هذا الدور مو سهل، أنه الآن أنت تخاطب مجتمع ويقبل منك، مو سهل، مو سهل. دور العلماء ودور الخطباء يعني الدور جدا صعب، دور الأنبياء. إن شاء الله موفقين في إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وللمشاهدين الكرام. شكرا لك ولحضورك ولهذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله دائما نكون مع أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأعمالنا. وأيضا هذه هي رسالة وطريقة أو أسلوب من أساليب الحرب، هو أسلوب الإعلام إن شاء الله، أو طريقة الإعلام. شكرا لك وشكرا لحضورك. الشكر موصول لكم وللسادة المشاهدين وللإخوة خلف الكاميرات، جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يدفع هذا الوباء والعناء والغناء عنا وعن المجتمع الإسلامي في كافة ربوع الأرض إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. أهلا وسهلا، حياكم. إذن أحبتي المشاهدين، تعلمنا كيف نسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام، ونطبق هذه المدرسة العظيمة بكل قيمها ومبادئها. هذه الدروس والعبر لابد أن تكون في كل تصرفاتنا وفي جميع مجالات حياتنا. شكرا لكم وشكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج إشعاعات الطف. في أمان الله.